أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن الوزارة مستمرة بالعمل بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المضافة من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية، مع مراجعة آلية التطبيق خلال الفترة التجريبية لانطلاقها والمقرر البدء بتنفيذها غدا الثلاثاء. شدد الوزير بأن أنه لن يتم التهاون مع كافة المخالفين لتطبيق القيمة المضافة عبر التعامل الفوري والحازم مع المخالفين وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والتي تتضمن جزاءات رادعة، منوها باستمرار الوزارة بأعمال التفتيش بشكل يومي على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مختلف مناطق البحرين من خلال دور مركز التفتيش الشامل بالوزارة بجانب إدارة حماية المستهلك للوقوف على إجراءات الرقابة على الأسواق والتأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين. بموازاة ذلك، نوه الزياني إلى استمرار البرامج التوعوية خلال تلك الحملات بما يضمن توعية القطاع التجاري، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان سلاسة إجراءات تطبيق القيمة المضافة حسب الإجراءات والقوانين المعتمدة. الجدير بالذكر بأن الجهاز الوطني للضرائب الخليجية قد قام بتخصيص خط ساخن عبر مركز الاتصال الوطني لتلقي اتصالات المستهلكين والقطاع التجاري من استفسارات أو شكاوى أو مخالفات، في الوقت الذي يمكن فيه للشركات والمؤسسات التسجيل على موقع جهاز الضرائب الخليجية للتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.